دلوقتي هنتعرف على آخر الأخبار الفنية. النجم أحمد السقا هيبدأ تصوير فيلمه الجديد العنكبوت. معظم المشاهد كانت انتهوا من تصويرها، لكن التصوير وقف بسبب طبعا أزمة فيروس كورونا، رغم أنه كان باقي 5 أيام فقط على الانتهاء من المشاهد. السقا هيصور الأيام الجاية المشاهد المتبقية في مناطق مختلفة في القاهرة. النجمة إيمان العاصي رجعت لاستئناف نشاطها من جديد، وده بعد شفائها من فيروس كورونا، وبتقرا دلوقتي أكتر من سيناريو اتعرض عليها. إيمان كمان بتنتظر عرض مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني خلال الفترة اللي جاية. واصل في الفترة الحالية تحضير لألبومها الغنائي الجديد، وأكيد بتحضر له تحضيرات خاصة، خصوصا بعد نجاح ألبومها الأخير حالة خاصة جدا. حاليا أنغام بتقوم باختيار أغنيات الألبوم، وبالفعل استقرت على عدد من الأغاني اللي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي والملحنين رامي جمال ومحمدي والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. المطرب تامر حسني بيواصل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، وده عشان يطرحه للجمهور في أقرب وقت ممكن. انتهى تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان قد الفراق، واللي هيطرحها خلال أيام، وتعاون فيها مع شاعر الغنائي تامر حسين والملحن والموزع الموسيقي إسلام زكي. دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أكد أن في تحسن في صحة الفنان عبد الله مشرف، وده بعد ما تعرض لأزمة صحية انتقل بعدها للمستشفى، والأطباء قالوا أنه كان في اشتباه في جلطة في المخ، لكن الحمد لله حالته مستقرة إن شاء الله يقوم بألف سلامة. خلصت أخبارنا الفنية دلوقتي.